على الهاتف الناقد الرياضي الزميل عمر البنوبي. استاذ عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. و المهندس عدلي منور الدنيا دايما يا رب. ازيك يا عمر؟ اهلا يا عمر. يعني تملي ليك كده حاجات خارج التوقع يعني. والله يا باشمهندس تلاميذ بحضرتك يعني. لا الله يخليك. طب قول لي يا عمر قصه الحوار وايه انطباعاتك العامه عن مارتن لاسارتي وهو بره الاهلي؟ يعني قصه الحوار انه مارتن لاسارتي اتقال على لسانه كلام كتير، او ناس قالت معلومات على لسان لاسارتي بعد خروجه من النادي الاهلي بشكل كان يمس مجلس اداره النادي ويمس الجهاز المعاون سواء كابتن محمد يوسف، كابتن سامي انصام، وغيرهم من منظومه الكوره في النادي الاهلي، بخلاف انه فتره لاسارتي ما كانتش فتره سهله، يعني وتولى المسؤوليه طبعا في فتره صعبه، قدر انه ينجح في الفوز بالدوري، لكن ما كانش موفق في دوري ابطال افريقيا، فكان لازم يسمع من الراجل نفسه عشان ينهي اللغط اللي كان حاصل حوالين الفتره دي وحوالين شخصيات هي في النهايه شخصيات مخلصه للنادي الاهلي ومخلصه لعملها، ما كانش ينفع ان الوضع يتساب بالشكل ده. فلما اتكلمت معاه هو الراجل طلب ان الحوار يتم باللغه الاسبانيه فاستجبنا للنقطه دي. الحقيقه اتفاجئت بانه بيتكلم بشكل ودي جدا، كلامه دايما راقي حتى في اجاباته على كل الاسئله، بيحتفظ للنادي الاهلي يعني بسيره طيبه وكلام محترم جدا، وده ظهر في اجاباته على كل الاسئله. يعني حتى لما كلمته عن مؤمن زكريا قال لي ما ينفعش اصلا نفكر دلوقتي في اي شيء غير اننا ندعمه لانه يكون في احسن صحه قبل ما نفكر هيرجع الملعب امتى. يعني حاجه انسانيه منه، بخلاف طبعا نقاط مهمه عن كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، قال ضيف عليهم كابتن طارق سليمان كمان، قال لي الناس دي ناس محترفه جدا، ناس انا مبسوط اني اشتغلت معاهم، ولو اشتغلت في مكان ثاني هتمنى ان هم يكونوا موجودين معايا. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي هو اتكلم انه لا يمكن يلوم على مجلس اداره النادي الاهلي في اي شيء. ده هو لاسارتي بيقول لي انا اشتغلت مع ناس كلهم على مستوى عالي من الكفاءه وكلهم بيميزهم ان هم بيحبوا النادي الاهلي جدا. وبالتالي فكره انه يعني لاسارتي بيقول ده وهو بعيد عن النادي الاهلي وهو ما عندوش مصلحه مع حد، مش بيدور على انه يستمر في مكانه ولا بيدور على انه بيجامل حد علشان يكتسب حاجه جديده في المكان، لا الحقيقه كانت شهاده مهمه في توقيت مهم. يمكن كلامه عن رينيه فايلر كمان كان حاجه محترمه قوي، يمكن اجابه ذكيه واجابه نموذجيه زي ما بنقول، انه يقول طالما الاهلي تعاقد مع فايلر فده معناه انه مدرب عظيم، قال انه كمان بدايته مع النادي الاهلي بدايه مميزه جدا ولابد انه يستثمرها، وقال ان الاهلي قريب انه يحقق بطوله افريقيا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي لان الفريق متكامل، عمل معسكر اعداد، عنده مدرب وجهاز فني محترم. فالحقيقة كانت اجاباته نموذجية جدا، انهت حالة من اللغط حوالين علاقته بالجهاز المعاون، علاقته بمجلس الادارة، فترة وجوده في النادي. يعني انا بهنيك على اولا انك بتنقي مواضيع تملي ما حدش بيفكر فيها وبتتناولها بشكل جيد. يا عمر يعني موفق باستمرار باذن الله. يا عمر يعني موفق هو بيسمع. شكرا عمر. لا خلاص شكرا جزيلا للزميل عمر البنوبي وكل التحيه على هذا الحوار الانفرادي اللي